لما يجتمع الشغل ويا الدراسة بوقت واحد، هذا بحد ذاته إنجاز كلش كبير. مثال على ذلك قصتنا لليوم، شابة طموحة قدرت تحقق هدفها. خلونا نتعرف أكثر على الطالبة وباعة القهوة حنين. مرحبا. مرحبتين. عرفينا على نفسك. أنا حنين فراس من سكنة الكرادة، طالبة مرحلة أولى بجامعة بغداد، لاعبة كرة قدم، يعني صار لي تقريبا 4 سنين ألعب قدم، وهاي من هواياتي اللي أحبها. حاليا أعمل هسه هنا بهاي البسطية مال القهوة، صار لي مدتها تقريبا 4 شهور أنا أشتغل بيها. قبلها كنت أشتغل، بديت أشتغل تقريبا من 2012، يعني بديت أطلع أشوف، اشتغلت محلات، اشتغلت محل مال ملابس، أول ما بديت محل مال ملابس، بعدين اشتغلت بمجمع مال أحذية. بس عشانو أترك وأرجع، لأنه عمد فترة الدوام، بكل عطلة أنا أشتغل. آخر شيء وصلت مرحلة السادس، اشتغلت بالعطلة مال السادس للطوني هال 40 يوم، اشتغلت بحانود مال مدرسة، أطلع من 7 الصبح أخلص بالدعش، من الدعش أروح محل مال الملابس هم بالكرادة، من الدعش للدعش بالليل، يعني شغلين صار على مدار 24 ساعة، وأرجع لحد وأدرس هناك بالمحل هم لحد ما الحمد لله طلعت من السادس. بس طلعت يعني بتعب، لأنه ومو بدور أول، لا دور ثاني ثالث، يلا طلعت لأنه كانت شوية صعبة علي بشغل ودراسة. وراها تخرجت من السادس الحمد لله، ما داومت سنة، تركت اشتغلت، ظلت ادور على شغل. عاد بعدين رحت اشتغلت مندوبة، واختبروني تقريبا يومين، عجبتهم بالشغل، ظليت يعني انا خلال شهر وانا جديدة، انا نسبتي كانت اعلاهم. احكي لنا عن حياتك بالبيت انت شلون؟ انا تربيت ويا بيت جدي اللي هم اهل ابويا، كنا انا وعمي ويعني ومرتي وبيبي واخواتي، كانن بس اخواتي الزوجين الصغيرة والكبيرة، انا الوسطانية. وهسه ظلينا بس انا وبيبي، عمي طلع السكن واحد يعني، ووالدتي متوفية من 2004 بانفجار يعني. هون هنا بالمنطقة الكل يعني يحبني ويوقفون وياي اصدقائي، وهاي كانت فكرة من احد اصدقائي انه هذا الشغل مال قهوة، وقلت لك يعني اهم شيء انه اكون مسيطرة ومو امد ايدي لحد. الحمد لله. الحمد لله. شلون توافقين بين الشغل ودراستك والبيت؟ عندي صديقي يوسف وياي، هو يفتح بين ما اجي انا من الكلية. طبعا انا الصبح اخلي له مثلا قهوة بالعربانة، هو يفتح، بس اجي انا من الكلية اروح للبيت، مجرد بس ابدل ملابسي الرياضية، البس يعني ملابس ما طلع واجي. اجي هنا أنا، هو نوبات يروح نوبات يبقى، امي قاعدة على ونسة يعني. اي اقرا هنا أنا لحد تقريبا 10:30 بالليل، ابدي اعزل. انا اكثر شيء شغلي صار ايام العطل، يعني لانه مدارس ما حد يطلع وكليات هواي، بس شغلي يكون ايام مناسبات العطل، مثلا خميس جمعة سبت. لا الحمد لله والشكر يكون شغل زين يعني. انا اهم شيء باليوم انه اطلع فلوس مواد وفلوس ايجار، وهاي الحمد لله وشكر قد ما يطلع نعمه من الله. زين شنو طموحك؟ طموحي كنت اتمنى، طبعا قلت لك انا لعبه قدم، كنت اتمنى ادخل كليه الضباط النسويه، بس للاسف يعني تركت سنه من الدراسه وما انفتحت النسويه، انتظرت هواي فايست ودخلت التربيه الرياضيه، وقمت اشارك مسابقه يعني لعبات مال قدم، بطولات، ان شاء الله بالمستقبل اكون لاعبه معروفه على مستوى، وكون لعبي تحسن من افضل افضل.